أوقات كتير بنمر في حياتنا بتجارب صعبة جدا، ويمكن من أصعب التجارب دي هي الانفصال، إن إحنا نبقى مرتبطين، اتنين مرتبطين ببعض وينفصلوا مثلا فجأة، أو حتى ينفصلوا بده بيقول لهم انفصلوا لكن بده بيقول لهم لا ما تنفصلوش. بتبقى معادلة زي ما بنقول معادلة صعبة جدا جدا جدا، ان اتنين يبعدوا عن بعض. حتى على فكرة لو اتنين صحاب عادي، اصدقاء يعني عادي، وقرروا ان هم يقطعوا خلاص بعض، اصعب حاجة بقى هي الموف اون. عملت شعور الفقد صعب جدا قوي. النهاردة في فقرتنا يكون معنا الكاتب الصحفي أحمد فتح الباب. برحب بحضرتك ونورنا. أهلا بيكو، أنا مبسوط جدا أنا معاكو. وإحنا كمان والله. هنتكلم معايا إزاي نقدر بقى نتخطى مرحلة الانفصال ونرجع تاني نعيش حياتنا بشكل طبيعي. يلا في البداية كده يا أستاذ أحمد، ليه أول ما بنفصل طبعا بجانب شعور بالحزن، الفقد، الغضب، ساعات الإحباط، ليه بنحس إن حياتنا وقفت أو انتهت؟ دايما الشعور ده كمان بيبقى متملك كده من الشخص. طيب هو احنا هنقول اول مرحله في الانفصال دي هنقول فيها حاجتين. اول حاجه الطرف اللي خد قرار البعد انا بعتبره طرف خاين، لانه خده لوحده. خد القرار بعد ما اهل نفسه واستعد وفكر في والله الموضوع. ابدا ممكن ما بس مش دايما صح، مش دايما شمان اسف من الحلقه يا جماعه بتاعتي عايز ستوب هنا الحلقه دي لو لا هقول لك على حاجه. بالعكس يعني مش شرط ان هو يكون اهل نفسه، بس هو خلاص زي ما بنقوله هي كوبايه بتتملي فبتحصل ايه، بتقعد تدلدق، فخلاص هو خلاص تعب من ان الكوبايه اتملت خلاص انا، فخد قرار بان هو ينسحب. الطرف ده بيبقى ممكن يبقى تعبان على فكره برضه. اوكي بنتفق ولا انت بتاخدي القرار عشان انت بتتاذي نفسيا؟ اوكي خدتي القرار لوحدك ولا اتفقنا ان احنا مش نافعين مع بعض؟ انا خدته لوحدي الصراحه، بس انا خدته لوحدي الصراحه. على فكره هو صعب قوي الاتفاق ده عايز اتنين يعني متفاهمين جدا مع بعض بالظبط، وشخصين بيعرفوا يتكلموا مع بعض، وده صعب قوي نلاقيه. علشان يعني كده بقى، عشان ما هو صعب فعلا نلاقيه، بيحصل ايه بعد الانفصال؟ بتلاقي فيه طرف بينهار. ليه؟ لأن الموضوع ما كانش بالنسبة له ولا مترتب ولا متأهل نفسيا ولا أي حاجة. الطرف اللي بيتأذي أكتر بعد الانفصال هو الطرف اللي مشي من العلاقة وهو مش عايز يمشي. الطرف اللي حد كده عمله تعالى امشي اطلع برا، فاللي هو ايه ده، طب انا مش مستعد، انا مش ومش عارف أأهل نفسي غير ان انا هعتمد على نفسي وقت طويل او وقت قصير على حسب بقى ايه يعني انت وشطارتك. بس على فكره في برضو العكس، يعني في مثلا حتى الطرف اللي بيسيب بيكون ندمان بعد كده، مش ندمان بس هو عارف ان العلاقه دي خلاص مش نافعه، بس بيقعد يفكر فيها ولسنين. طب ما ينتهت وانت اللي نهيتها بايديك، وبيرجع يفكر فيها سنين. والله ليه بقى بيحصل له المشاعر دي كلها او اللخبطه دي كلها؟ بصي الطرف، اصل احنا كده بنخلط اتنين او حالتين في حاله واحده. في موف اون للشخص اللي اتساب، وفي موف اون للشخص اللي ساب. احنا مش هنساوي الاثنين ببعض طبعا، ده حرام، يعني حرام نساوي الاثنين ببعض. اكيد الموف اون بتاع الشخص اللي اتساب لو هو فرق معاه العلاقه يعني، ده اللي صعب وده اللي بياخد وقت وده اللي محتاج تفكير كبير، مش حاجه يوم او اتنين، بالعكس ده عامل الوقت كمان مهم فيها. لكن موف اون الشخص اللي ساب ده موف اون بربع جنيه، احنا نهزر؟ لا مش دايما اكيد. بص اكيد، بس صدقني مش دايما، يعني انا شفت حالات هم اللي سابوا. عشان ايه هم اللي سابوا؟ ليه؟ عشان عارفين العلاقه دي مش نافعه. اوكي وحتى ما كانوش بيحبوهم هو، بس يعني فكره كان في ان انا سبت. ليه؟ ما انا مش فاهمه ايه ده، يعني في ناس غريبه جدا بتخلطوا. لا بس عايز اقول لك على حاجه، في حاجه بس اقول لك على حاجه، الشخص اللي ساب لو هو شايف من وجهه نظره ان العلاقه دي مش نافعه، كلمه مش نافعه دي، ما هو انا ما ينفعش ادخل في علاقه اقعد فيها مثلا سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه واجي بعد كده انا مش حاسس ان العلاقه دي. يا سلام متعطى اربع سنين يا سلام، هنهزر؟ لا طبعا حقيقي. لكن عارفه اللي انت بتقولي ده، هو العلاقه مش نافعه، فاحنا قعدنا مع بعض شهرين ثلاثه بنتعرف على بعض، اكتشفت ان العلاقه مش نافعه. لكن زي بالظبط اللي يجي يقول بعد ثلاث اربع سنين خمس سنين، يقول مثلا الراجل مثلا يقول البنت انا مش مبسوط، اصل انت مثلا نكديه وانا جبت اخري. نكديه ايه؟ نكديه بتعرف من اول شهر، من اول شهر اللي هو تاخديها تخرجيها تقعد تغني ايارك وعلى فكره من اول اسبوع من اول اسبوع بتعرف ان انا كده، لكن بعد خمس سنين تقول ان انا كده. لا ده بيبقى عايز يخلع بقى، دي قصه تانية. لا دي قصه وحشه قوي. خليني اسالك عن حاجه تانية، ممكن اتنين مرتبطين بس في شخص مؤذي في العلاقه دي، يعني شخص مثلا هو ولا بيعمل حاجه ولا واقف في ظهر الست اللي معاه، هي مش مستفاده منه باي حاجه، ولا معنويا ولا ماديا ولا اي حاجه، لما بتمشي من العلاقه وهي مثلا واخده قرار ان هي تمشي، هي برضو بتتضايق.
طب ما هو يعني طب انت متضايقه على ايه؟ ما هو ما فيهوش حاجه يعني، ما فيش اي حاجه. طب هقول لك على حاجه، في نظريه كده اللي هي دايما بقولها، اللي هي البنت اللي هي بتعتبر نفسها فوزية صنم تبعك سحر العلاقات يا جماعه يعني على لا انا هتابع بقى خلاص، انا لازم اتابع ده اكيد. عايز اقول بعيدا بقى عن فوزيه وسعديه، وخاصه المثل اللي هقوله ده، اللي بيعرف يطبقه بتبقى سعديه الله يسعدها. ايه بقى؟ واللي ما بتعرفش تطبقه تبقى فوزيه الهبله. ان انت تعتبري نفسك شجره اتزرعتي في العلاقه وانت مش مبسوطه ومكمله فيها، دي كارثه. تعالي بقى اقول لك ايه فايده ان انت كسعديه تاخدي قرار تمشي من علاقه انت بتتاذي نفسيا كل يوم فيها. الفايده الكبرى بتاعه الاجراء ده ان انت بعد ما بتمشي بتقفي كده قدام المرايه، انا عملت حاجه صح في العلاقه، وبتبقى ست قويه على فكره. طبعا بتاخدي باور كده بينك وبين نفسك قدام المرايه، انا قدرت امشي. غير بقى التنازل، اصلا هستحمل، اصل ان شاء الله هيتظبط، اصل الدنيا، لغايه لما هي اللي تتساب. انا بقى جايه لكم من المستقبل، انا جاي من هناك، ها محدش بيتغير ومحدش بيتظبط ومحدش الوعود، لو حد يقعد يقول لكم في وعود أيوه. والله ما حد بيعمل حاجه، اللي هيعمل هيعمل من اول يوم في العلاقه حقيقي. طيب لو هنتكلم عن الست والراجل في العلاقه بعد الانفصال، مين اللي بيتخطى الاول؟ لان في اقاويل كتير قوي او تضارب في الموضوع ده. في ناس بتقول لا الست ممكن تقعد لها شهرين ثلاثه وبتموف اون، والعكس صحيح بقى، الراجل في الاول بيبقى مبسوط كده وخلاص خد حريته، وبعد كده بيرجع يندم ويزعل ويفكر فيها. طيب هو الاثنين سريعا كده، ثلاث مراحل هنا وثلاث مراحل هنا. الراجل بعد الانفصال اول مرحله بيدخل فيها هي مرحله الغيبوبه. الغيبوبه انا حافظاك، شفت انا متابعك ازاي، شفت انا متابعك ازاي، انت بتذاكري من غيري بقى. فمرحله الغيبوبه الراجل بيعدي بيها بعد الانفصال، هو مش مدرك هو ايه اللي وقع منه، ايه اللي ناقص، اللي سابه، مش فارق معاه، وبيساعده على مرحله الغيبوبه دي. يا سلام بقى لو في بنات حواليه غير كده، البنت اللي سابها بتطرده او بتجري وراه، فبتبقى عامل زي المدمن اللي لسه واخد الجرعه وعنده حاله شبع من العلاقه، مش فارق معاه. اول مرحله. تاني مرحله بعد ما هي تبطل مطارده ويبطل وينسى شويه وبتاع والكلام ده يفوق، هي فوزيه بتعمل ايه؟ ما تيجوا نشوف. يدخل على مرحله المراقبه، يبص عليها بقى زي ما بيقولوا كده مثلا من العين السحريه. والله لقى فوزيه قاعده ابيض واسود، وفقدتك يا عز الناس، او اللي بعنا خسر دلعنا، او ايا كان. المهم ان انت بتوجهي، وبصيت التلقيح دي، ايوه بالظبط، اسوء حاجه على فكره. بالظبط، عارفه لو لقى التلقيح ده واللي حسبنا وحسبي الله ونعم الوكيل، تعالوا نعمل جروب حسبي الله ونعم الوكيل في حماده. فاحنا اصلا مرحله المراقبه لو شاف فيها كل ده او اي تلقيح، هو بيستنى، هي شافتني وانا براقبها، لو عامل لها بلوك افكه وادخل اشوف الستوريز والكلام ده كله، هستنى هي اللي ترجع. هي لسه بتفكر في ايا كان المسج اللي هتوصلها له، فقدتك يا عز الناس او اللي بعنا خسر دلعنا، ايا كان. لو المراقبه دي لقى ان فوزيه رجعت زي القمر في نفسيتها وفي شكلها وحياتها الطبيعيه اللي كانت موجوده قبل ما يدخل حياتها، خلصت. هيشوفها بنفس العين اللي شافها بيها في بدايه العلاقه، فتبقى مطمع بالنسبه له ورغبته فيها تزيد طبعًا. لكن ايا كان بتعمل ايه، لو لقى بقى اللي بقول لك عليه ده، هيدخل بيشبع كمان الايجو عنده، فبيكون كده تمام، هيدخل مرحله ثالثه وهي الرجوع. البنت بقى العكس تماما، البنت اول ما بتخرج من مرحله من الحب او من العلاقه بتدخل في مرحله، هو ازاي قدر ده، انت جاحد، ازاي قدرت تسيبني، ازاي قدرت تعيش حياتك، ازاي قدرت تخرج وتسهر وتسافر، ازاي كلمه ازاي قدرت دي، عدم تقبلها للوقت ده بيخليها في قمه انهيارها بعد الانفصال على طول. بعد كده تدخل على مرحله تقبلت، بعد كده مرحله اتعافيت، يكون هو وصل للمرحله الثالثه بتاعته اللي هي الرجوع. بقى مرحله ازاي، هو انا ازاي بصيت له، ايوه هو انا ازاي كنت معاه اصلا. بالظبط. فالمراحل بعد بقى الراجل بعد الانفصال والبنت، الاثنين مختلفين، ويمكن هم عكس بعض على فكره. بالظبط. بس لو هنتكلم في يعني النقطه، لو اوفيشال يعني هو كان داخل مثلا على جواز، يعني في مثلا رجاله بستغربها جدا، هم داخلين على زواج وبيحبوا جدا البنت اللي هيتبطوا بيها، ويحصل حاجه فالبنت مثلا تسيب، بعد اسبوعين بيكون ارتبط ورسمي، ده ايه ده بقى؟ لا ده مريض حبيبي. لا ثواني بس، ثواني ثواني، عشان انا اعتقد هو اعتقد الرجاله كمان الايجو عندهم دايما بيبقى عالي، فعشان ما يعني عارفه ما يعني قلبه ما يتكسرش او ما يحسش بالموضوع ده، فيدخل في حاجه تانية. طيب بصي، انا يعني انا لازم اقسم الموضوع ده لحاجتين، احتمالين، مش هنقول بقى احتمال واحد، عشان بيجي لي استشارات كتير قوي ليها علاقه بالموضوع ده، ازاي قدر يرتبط بعدي. والمشكله والكارثه بقى ان ممكن تيجي استشاره تقول لي انا كنت مرتبطه بواحد بحبه
وهو بيموت فيا. طب احكي لي يلا اللي حصل. خني وبعني وعمل لي بلوك وي 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 بس انا متاكده انه بيحبني يا ستي متاكده لا مش قصدي فانا مش عايز بقى البنت تبقى فاكره ان هو بيحبها هو اصلا بيحبها ولا لا. اصل موضوع ان انا ارتبط بعد ما اسيبك باسبوع دي كارثه. لا دي تهريج طبعا. ده كان في حته تانية احسن مننا بكتير يعني. هو ده كان في العلاقه معجب مش بيحب. اصل هي العلاقات ثلاث انواع يا معجب يا بيحب يا مصلحه. مفيش علاقه. لا انا بتكلم لو فعلا كان بيحبها ولا بقى وهي اللي سابته ولا وفي الحاله وهي اللي سابته. اوكي وفي الحاله دي هو راح ارتبط بعدها على طول اعتقد بيش بغرور. لا هو لا مش بغرور هو لو ده اللي حصل فعلا. وهجاوب على هجاوب على سؤالك ان هو فعلا صح من كل الجوانب اللي هو كان بيحبها وهي اللي سابته وارتبط بعدها باسبوع فده بيطلع لها لسانه. ايوه دايما هم كده. ايوه مبدا انا حواليا كتير ارجوك اوعى تغير.